اخر سؤال واحد لواحد مدام سميره والاستاذ ياسر. وخلي بالك استاذ ياسر قلع لك النضاره. انت قلعتي له النضاره. هيقلع لي النضاره، قلع له النضاره. ربنا يستر. هو مدرس رياضه؟ ايوه. لا مش مدرس، ده معلم خبير على الله كل. بس حضرتك مراجع مالي. فبقى التحدي قوي، قدرات ذهنيه. والسؤال هو حل المساله الاتيه: 54 في 240 على 60 يساوي كام؟ 54 كم؟ 216. صح. لا بصي، معلم خبير خبير. 216 فعلا. 216. والله معلش، هو بس سبقك شويه. معلش هارد لك. الاستاذ ياسر يستحق ال 10 نقط، هو اللي جاوب الاول عشان خاطري معلش. اجابه صحيحه. 10 نقاط.